سالي، أن يكون الإنسان قادر على الاحتفال تكريم قامات فنية ومبدعة ببلد عم بيعيش حرب شنت عليه على مدار 7 سنوات، يعتبر هالشيء نوع من أنواع المقاومة ورسالة واضحة الحروف بأن السوريين تليق بهم الحياة. سلمى، يوم الثقافة لوعي الحياة التي أطلقته وزارة الثقافة في جميع المحافظات السورية هو ضمن مساعي الوزارة لتشييد مشروع وطني ثقافي. وبحلقاتنا عبر صباحنا غير كان لنا إضاءات كثيرة عن التحضيرات وعن الفعاليات لهذا المهرجان، ويوم أمس طبعا ضمن هيدي الفعاليات يلي أقيمت في خانة أسعد باشا كان لمعرض الخريف السنوي حصة فيه لنحكي أكثر ولنضيق أكثر عن هذا الموضوع. معنا الأستاذ عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة في وزارة الثقافة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يا هلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يسعد يا هلا فيك، أهلا وسهلا. بالبداية قبل ما نحكي عن مهرجان الخريف اللي هو دائما معرض الخريف اللي هو دائما وسنويا، خلينا نحكي السنة هل كان في لكم مشاركة بفعاليات يوم وزارة الثقافة؟ طبعا الفن التشكيلي حاضر دائما بالثقافة وطبعا الفن التشكيلي بسوريا له تاريخ عريق بالفن والتشكيل. طبعا نحن شاركنا بيوم الثقافة بمعرض يعني مجموعة أعمال ولوحات لفنانين عملوا على بفترة الأزمة، كان لهم بصمة. لا، فنانين طبعا من كافة الأعمار. يعني في أعمار مختلفة وأساليب مختلفة. اخترنا الأعمال اللي من 7 سنوات اللي ساهموا أو أعمالهم كانت بتعبر عن الأزمة، عن الحرب الظالمة على سوريا. على طبعا الفنان هو أكثر إنسان بيعبر بالحالة أو الشيء اللي محيط فيه. ففي كتير فنانين عملوا أو عبروا بلوحاتهم عن الأزمة بسوريا. اخترنا مجموعة منهم وكان في معرض بضم شي 24 لوحة ل24 فنان تشكيلي من سوريا من مختلف المحافظات السورية، وكان نتاج كتير مهم ومعرض يعني على درجة من الأهمية كبيرة. طبعا بالإضافة للمعرض اللي أقيم بيوم افتتاح يوم كان معنا افتتاح امبارح بخان أسعد باشا معرض الخريف السنوي. طبعا معرض الخريف السنوي هو من بداية الستينات كان معرض بضم كل أنواع الفنون التشكيلية والتطبيقية، منا فن الرسم، النحت، الحفر، الخزف، الخط العربي، التصوير. بال 2007 انفصلوا، يعني صار في تقسيم للمعرض. قسم معرض الربيع للشباب، معرض الخريف لفوق سن الأربعين، ومعرض السنوي للخط العربي والخزف والتصوير الضوئي صار بوقت ثاني تقريبا شهر 12. معرض الخريف هو معرض يعتبر مهرجان بحد ذاته، لأنه بضم كل أنواع الفن، يعني كل أو من جميع أعمار الفنانين. طبعا احنا من السنة الماضية حاولنا نرجع معرض يعني الشباب للمعرض الخريف، بضم كل يعني الاتجاهات الفنية بسوريا، من فنانين كبار، من فنانين شباب، من أساليب مختلفة. وكان العدد المشارك تقريبا 211 عمل، يعني 211 فنان شاركوا، يعني كان لهم أعمال موجودة بخان أسعد باشا. طبعا كان على سوية عالية من الإنتاج الفني اللي بيتميزوا فيه فنانين سوريا، وفي منهم فنانين كان لهم بصمة حتى بالساحة العالمية والسورية، ولهم يعني اسم مهم واشتغلوا على حالهم، لأنه هن بالأصل عندهم تاريخ عريق. يعني نحن بسوريا عندنا تاريخ بالفن التشكيلي عريق عمره آلاف السنين، فابن الحضارة دائما بضل عنده شيء بيخلقه. صحيح. فالفنانين بسوريا أو الفنان السوري هو دائما خلاق ومبدع، فدائما
يعني هذا المعرض اللي هو بترعاه وزارة الثقافة دائما بتقدم الدعم للفنان من خلال هذا المعارض، يعني معرض خريف هو اساس. صحيح. والمعارض اللي بتقيمها بالمحافظات واللي من قيمها دائما من خلال يعني النشاطات اللي بنقوم فيها نحن، هي دعم للفنان وتقديمه للجمهور. ومعرض الخريف هو بيعمل مثل حالة يعني حوار بين الفنانين مع بعض، يعني كان الفنانين امبارح من كل المحافظات ملتقيين بهذا المكان. يمكن هذا استاذ عمادي اللي ميز المعرض الخريف او عم يميزه دائما عن غيره من المعارض، انه هو عم يكون في مشاركه من كافه المحافظات السوريه. حكيت هلا كمان عن تنوع، حكيت عن دمج الاعمار الصغيره مع الاعمار الكبيره بعد ما فصلوهم وساووا لهم معارض ثانيه. شو كمان شيء مميز كان بهذا المعرض للسنه هيدي؟ طبعا المميز انه في طبعا في اسماء كبيره كانت، يعني هلا بفتره الازمه في بعض الفنانين اعتكفوا وفي بعض الفنانين سافروا من البلد، فكان يعني في يعني كان في اشكال صراحه بموضوع المشاركات خلال السنه. يعني كل سنه تقريبا عم بيرجع الفنانين اللي لهم اسم كبير كانوا لهم بصمه بالحركه التشكيليه السوريه، السنه رجعوا يعني يشاركوا بهذا المعرض. ودائما في فنانين شباب، يعني كل سنه بيجي اسماء جديده. طبعا في ناس تخرجت السنه في 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 فنانين من السنه الماضيه. ونحن بوزاره الثقافه دائما عم ندعم الفنانين الشباب، يعني المعرض وقت فنان شاب عم بيشارك مع فنان مثلا عمره 70 سنه وله خبره كبيره عم بيصير عنده هو يعني عنده طاقه كبيره لحتى يقدم حاله اكثر بالسنوات القادمه، ونمهد له نحن الطريق لحتى يعني يكون له دور بالمستقبل بالحركه التشكيليه السوريه. ونحن دورنا بوزاره الثقافه وعم نركز كثير على الفنانين الشباب، عم نزجهم دائما بملتقيات بنشاطات، ودائما داعمين لهم من خلال يعني بكل الطاقات، لانه هن بده يحملوا الرساله بالمستقبل، وهن اللي بدهم يكملوا الطريق اللي قدموه الفنانين الكبار ويتعلموا منهم لحتى دائما، لانه اذا ما في تطور بالفن التشكيلي دائما بضل هو راكد، فلازم يكون في تطور ولازم يكون في ابداع. ودائما الفنان الشاب هو مبدع. تمازج بين المدارس، يعني نعم؟ مثل تمازج بين المدارس، مثل ما حضرتك حكيت، نحن اليوم عم نشوف فنان يمكن عمره 70 سنه وله قيمه فنيه كثير كبيره مع فنان شاب لسه عم يبدا طريقه. هذا التمازج اكيد بحاجه كمان لتحضير، بحاجه لمعايير اكيد عم توضعوها لما بيقوموا بهذا المعرض وبيقوموا باختيار الفنانين المشاركين. اكيد. هلا انت وقت تختاري عمل لفنان شاب مختلف، يعني الفنان اللي عنده تجربة، يعني صحيح، معروف اسلوبه، معروف عمله، وهو مسؤول عن عمله بالنهاية. الفنان الشاب دائما نحن بنطلب منه انه يقدم افضل انتاج له بالمعرض ليكون. ليش مين بينسأل عن عمله؟ نعم، الفنان الشاب مين بينسأل عن عمله؟ يعني الفنان الشاب بخلال الفنان الشاب وقت يقدم عم بيقدم تجربة جديدة له بعده، مو اخذ خط، يعني ممكن يتقبل ملاحظات طبعا حتى الفنان يعني اكيد، بس في معايير معينه اكيد. في طبعا في لجنه مشكله بمعرض الخريف من فنانين كبار، هن اللي بينتقوا الاعمال، يعني بصير في انتقاء بشكل يعني اكثر من مرحله. اللجنة ثابته ولا من مرحلة متغيره؟ نعم، ثابته ولا متغيره اللجنه؟ اللجنه متغيره طبعا. هلا في اسماء ثابته وفي اسماء متغيره، وطبعا من كل الاختصاصات بيكون اللجان، لانه المعرض يعني مختلف الاختصاصات. اكيد. والمعايير دقيقه بالعرض، وطبعا في نحن بنحاول يعني نعطي فرصه للشباب اكثر. يعني هلا الفنان الشاب بعده ما عنده خط او ما عنده بصمه له خاصه فيه، دائما بيبحث الفنان، دائما بيبحث عن طريق لحتى ياكد ذاته. فنحن بنحاول بهي المعارض من خلال يعني مشاركاته المتعدده يقدم افضل نتاج عنده، وبالمستقبل بصير في عنده خط ويعني واسلوب مختلف وبيمشي فيه وبصير هو مسؤول عن عمله يعني. تمام. يعني استاذ عماد، لاي حد
لازم نحن من خلال معرض الخريف السنوي، من خلال المعارض الثانية، أنه نسلط الضوء على الفنانين، على الفنانين التشكيليين القدامى أيضا، يلي مثل ما هلأ ذكرت أنه هدول يعني كتير مهم وجودهم ضمن هذا المعرض، كونهم بيعطوا طاقة، بيعطوا خبرة، بيخلوا الفنان الشاب يقدم أفضل قدراته وملكاته. قديش مهم أنه الضوء عليهم؟ أنا رح أقول لك على شغل المعرض السنوي أو معرض خريف بحد، هو اللي طلع الأسماء الكبيرة، يعني وزارة الثقافة رعت هذا المعرض. نعم. وكان إلى دور كبير بنشر أسماء وتجارب الفنانين الكبار اللي هني هلأ أسماء لامعة، وهني عم يعني هلأ سفراءنا بالعالم، واللي عم بيضاهوا الفنانين العالميين. فهني بشكل كامل، هني كانت البداية هني بمعرض المعارض اللي قامتها الدولة، ومنهم المعرض السنوي اللي يعني شاركوا فيه أكثر من مرة وصار اسمه لامع. فهي أنا بقول إنه يعني لازم ما ينسوا أبدا إنه هذا المعرض هو اللي كان له دور كبير بنشرهم، ولازم دائما يكونوا لهم وجود بهذا المعرض. هذا معرض وطني، صحيح، نحن بنفتخر فيه كلنا، هو اللي بينشر أسماء وبيعطي يعني اللي بيخلينا نشوف وين وصل الفن التشكيلي السوري. نعم. هذا فن، هذا معرض شامل، وطبعا بمشاركتهم هن بيشجعوا الفنانين الشباب ليشاركوا، ونحن بنعتز بفنانينا الكبار، وهذا المعرض لهم ووجودهم كثير مهم بالنسبه لنا، ونحن يعني مقدمين لهم كل يعني فاتحين ايدينا للاخر ليكونوا موجودين ويستمروا بعرض اعمالهم، لانه فعلا بنعتز وبنفتخر بكل فنان من سوريا وبيشارك بمعارض بسوريا، فنحن منقدره وندعمه. أستاذ عماد، يعني لازم كمان نحكي عن دور مثل هي المعارض بنشر الذائقة الفنية لدى الناس. أي فنان بشكل عام بيحب أنه لوحاته تكون متاحة معروضة بمكان سهل الناس تروح عليه، يمكن هذا الشيء بنلاقيه موجود بخان أسعد باشا بحكم وجوده بمنطقة بوسط العاصمة دمشق، وأكيد في كتير زوار ممكن يمروا لهونيك ويشوفوا أهمية انتقاء المكان وأهمية انتقاء التوقيت للوصول لأكبر شريحة من الناس. طبعا اختيار خان أسعد باشا هو طبعا أول شيء لموقعه المهم، والشيء الثاني هو الاتساع. هلأ إن شاء الله بوزارة الثقافة هلأ نحن عم نسعى ليكون عندنا صالة مهمة للفنانين يصير يعرضوا فيها، وبمساحة كبيرة وتكون صالحة للعرض بشكل لائق. طبعا ضمن الامكانيات هلا خان اسعد باشا هو مكان يعني عم بيلبي احتياجاتنا والشيء اللي نحن عم نسعى له، وله خصوصيه هو، ومكانه كثير مهم رغم انه احيانا في صعوبه للوصول، يعني كونه ما في محل ليمرق السيارات، بس يعني بيمشي الطريق لحاله للوصول له هو ممتع. صحيح. يعني اي حدا بحب ينزل لوسط دمشق للشيء اللي بيذكرنا بالتاريخ والعراقة بسوريا أو بالشام، صحيح، فهو بوسط هذا المكان بالبزورية بجنب قصر العظم، عند الجامع الأموي، عند الجامع الأموي، يعني قريب على كل الأماكن اللي الناس بتحب تجي لها، حتى اللي بيجوا من خارج سوريا بحبوا يجوا على هذا المكان. صحيح. أكيد. يعني أستاذ عماد، نحن عم نتمنى لكم التوفيق أكيد، ونتمنى من كل الناس يقدروا يروحوا ويزوروا المعرض. نشكر وجودك معنا الأستاذ عماد كسحوت، مدير الفنون الجميلة بوزارة الثقافة. شكرا لك. وأنا بدعي أي يعني حتى الجمهور السوري ليروح يشوف المعرض ويشوف نتاج الفنانين بسوريا قديش مهم وقديش كويس. أكيد. شكراً. نشكر أكيد وجودك معنا، وإن شاء الله يا رب الإبداع والفن يضلوا في الصدارة ضمن مهرجانات، ضمن معارض. شكراً كثير لك، وسعد صباحك. الله يسلمك. شكراً.